فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ
فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما
تكذبان. صدق الله مولانا العظيم. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر. ستجدني فلما أسلم وتله للجبين. قد صدقت الرؤيا. إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما أسلما وتنوا للجبين. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدق الرؤيا. إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم.
وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين صدق الله مولانا العظيم الشيطان الرجيم ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد صدق الله العلي العظيم وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد
وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقضوا في البلاد هل من محيص ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب صدق الله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك صدق الله العلي العظيم تلك الجنة التي نورث من عبادنا وما نتنزل إلا بأمر ربك
وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول